شرايح خبز الكوسه من بدايل العيش اللي ممكن تعملوها بسهوله. مكوناتها معانا ايه؟ معانا كيلو كوسه مبشوره، افضل انها تكون كده او انعم بس ما تبقاش اتخن من كده، وهصفيها ومعايا شاشه هصفيها بيها. معايا كمان ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، كوبايه جبنه تشيدر مبشوره لايت، انا افضل انها تكون لايت اذا متواجد. معايا كمان ربع كوبايه دقيق شوفان او قشور سيليوم. معايا كمان من بيضه الى 2 حسب ما الخليط يحتاج. معايا حبه بركه وزعتر وملح خشن للوش. طيب احنا قلنا هنا يا اما دقيق شوفان يا اما قشور سيليوم، ايه الفرق؟ لو انا النهارده شخص عامل كيتو دايت، انا هعمل الخبز ده وهشيل منه دقيق شوفان، قشور السيليوم مفيش فيها مشكله خالص في الكيتو دايت. طيب انا عامل لو كارب اللي هو نشويات قليله، برضو اقدر التزم بنفس الوصفه. طيب انا عامل نشويات قليله بس عايز اخد نشوياتي من الوصفه دي، احط نص الكميه من ده ونص الكميه من ده، هحط كله دقيق شوفان. فهي الكميه انا محتاجه ربع كوبايه من ايا كان فيهم، او تقسموا الربع كوبايه بين الاثنين مكونات. خلاص يبقى عرفنا الفرق، انه دقيق الشوفان مش هينفع لو انا عامل كيتو دايت، دقيق قشور السيليوم هينفع لو انا عامل كيتو دايت. هعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنعمل ايه. تعالوا الاول بصوا ناخد ده، هناخد الاول بيضه والبهارات بتاعتنا. وبعدين ايه، دايما لما يبقى عندكم حاجة سايلة وعندكم شوية بهارات وهتدخلوا كل المكونات دي في بعض، اخلطوهم مع بعض الاول وبعدين ضيفوا بقية المكونات. وكمان عندنا ملح وفلفل، تقدروا هنا على فكرة تستعملوا الفلفل المجروش هيبقى ظريف قوي. طيب في البولة الثانية بقى هبقى بعمل ايه؟ اهو شاشة، وهاخد شوية من الكوسة المبشورة بتاعتي. على فكرة الوصفة دي ممكن تعملوها بطريقة تانية، وهي ان انتوا تحطوا كل حاجة في محضر الطعام، هتبقى بس ايه عاملة زي البيوريه شوية، ده ملمس وده ملمس وبيطلع نتائج مختلفة. جربوها بالطريقتين، انا بحب بصراحة المبشورة اكتر. انا عايزة ايه اشوف لو فيها مية نتخلص منها. المفروض مصفيين دي من المية كويس، بس ايه برضو بصوا شوية المية دول عشان ما تفرولش مني. تعالوا بقى ايه نقلب دي كده. كده ايه اسهل جدا في التقليب لما انزل بالكوسة. انتوا بقى تقدروا تغيروا في المقادير براحتكم، يعني انا هنا مثلا ممكن ما استعملش كل كمية الكوسة، وبعدين لو انتوا عاملينها ارفع هتستعملوا كمية اكتر. فايه انا عايزة اوريكم القوام، وانتوا بقى تغيروا في القوام بتاعكم براحتكم. يعني مثلا تعالوا نقول انا النهارده عايزه ادخل في نظامي الغذائي او عايزه ادخل في اكلي النهارده عندي حته قرنبيط فاضله في الثلاجه فريش كده وقربت تبوظ، فمش هرميها، عايزه ادخلها هبشرها واحطها في الوصفه. خلاص فما تتأيدوش دايما بالمكونات اللي احنا بنقولها بالحذافير. انا عشان كده بقعد اقول لكم ايه، ممكن نبدلها بكذا، ممكن نغيرها بكذا، علشان انتوا توصلوا في الاخر ان انتوا تستعملوا اللي عندكم في الثلاجه ايا كان هو ايه. بصوا هاخد كمان الجبنه التشيدر، وطبعا مسخنه الفرن بتاعي. خلاص كده هنحتاج ايه، البيضه الثانيه. انا عايزه في الاخر اوصل لايه، ان انا امسكها بصوا تمسك كده في بعضها ما تفكش اهو. فهتفضلوا بتزودوا كوسه لحد ما تحسوا انه ايه خلاص، لا هي اكتر من كده هتفك.
البيض هنا هو بنسميه الرابط او البايندينج ايجنت، هو الرابط. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيمسك لي المكونات دي في بعض. تعالوا ايه، انا زي ما قلت لكم، يا تحطوا نص الكميه قشور سيليوم ونص الكميه دي شوفان، يا تحطوا كل الكميه كده يا كل الكميه كده. انا هنا معاكم هعمل الميكس، نص الكميه من ده ونص الكميه من ده، ونقلب حلو. الفرن بتاعي زي ما قلت لكم انا مسخناه على درجه حراره 180، بس هحط دي هتاخد لها تقريبا 25 الى 30 دقيقه، هتمسك نفسها، هتاخد لون ذهبي حلو من بره. وبصوا بقى عايزه ايه، تعرفوا ازاي؟ تعالوا كده فوق الصاج ده، بصوا حطيناها مسكت نفسها، هي ماسكه نفسها اهي، الشكل ماسك نفسه كده. بقى ابتدي ايه، افرد. السمك بتاعها يختلف بقى من حد للتاني، عايز الشرايح بتاعته تبقى رفيعة ولا تخينة. انا هعملها وسط عشان ما تاخدش وقت في السوى وما تنزلش مية كتير. خلوا بالكم انتوا حتى لو عايزينها تخينة، هوريكم هو اعلى حاجة تقدروا تعملوها هو سمك الصينية ده، شايفين؟ مش اكتر، لانه اكتر من السمك ده هتلاقوا انها ابتدت ايه، تبقى تنزل ميتها وتبقى مش حلوة. فهي فكرتها انها شرائح رفيعة، عايزين تخنوا سنة حاجة بسيطة اوكي، لكن تخنوها قوي لا، لازم كده ايه تتساوى عشان لما تطلع وتيجوا تقطعوها ما تلاقوش انها بتفرول منكو. فمهمة الخطوة اللي انا بعملها دي. لو عندكم صينيه ما بتلزقش هتشتغلوا فيها على طول من غير ورق الزبده. طيب بصوا بقى، شايفين كام واحده اللي طالعين دول؟ دول هيتحرقوا لو اتسابوا كده، فلازم يدخلوا كده. عارفين زي لو انتوا بتعملوا بايز الكيكات، برضو ما بنسيبش حته ايه عجينه طالعه كده عشان ما تتحرقش. دلوقتي بقى هبتدي اخد الايه، الحاجات اللي على الوش بتاعتي واحطها، اللي هي ايه، ملح خشن وحبه بركه وزعتر فريش. ده ذوقي انا في اختيار الحاجات اللي هحطها على الوش، انتوا تقدروا تغيروا فيها براحتكم. بصوا ادي الملح الخشن، ما تنسوش ان احنا حاطين ملح جوه، حاطين ملح خفيف بس لسه موجود، وحبه بركه والزعتر. عايزين تبدلوا بقى الزعتر ده باي حاجه تانية انتوا بتحبوها، عايزين تحطوا كمون هتبقى ظريفة جدا. على فكرة لو انتوا عندكم مشاكل في القولون او تقلصات او كده، حلو ان انتوا تدخلوا الكمون في اي وصفة.